أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد. لكنك بصينا على concept الإيكويشن. إيه الإيكويشن؟ هي عبارة عن relation لو شغال في plane بتجمع بين X و Y بحيث تحكم البيهيف بتاع حبة points. البوينتس ما تطلعش بره الكيرف بتاع الايه؟ الفانكشن ديت. يبقى انا دلوقتي كونسبت الايكويشن اساسا لما بكتب ايكويشن فانا كده اللي فاهم بيشوف حبه بوينتس ماشيين بشكل معين، فمثلا على سبيل المثال لما اقول لحضرتك يا محترم الواي ايكوالز اكس سكويرد، يبقى طبيعي الناس بتوع علم الرياضه الوحوش اللي قاعده قدامي هيبقى شايفه يا مستر حبه بوينتس واخده شكل معين في البلين. فهي شايفة البوينت يا مستر ياسر عاملة كده، يبقى ده اللي يحكم يا مستر ياسر الايه؟ ها؟ البوينتس على الكيرف ده. فالواي لما تكون ب 4 يبقى الاكس هي ب 2 يا بنيجاتيف 2، فالواي لما تبقى 4 يبقى الاكس هنا قصاد ال 2 وهنا قصاد مين؟ ها؟ النيجاتيف 2. الواي مش عارف ب 3 الاكس ب 5 يبقى دي الواي ب 25 الاكس ب نيجاتيف 5 وهكذا. في الاخر الايكويشن ده او الشكل ده بيحكم لي يا مستر ياسر البارابولا ديت. لما اقول لك الواي ايكوالز اكس باور 3 فده معناه يا محترم انت وهو هي ان انا عندي ده بيحكم البيهيف بتاع السيت اوف بوينتس، سيت اوف انفاينايت نمبر اوف بوينتس ماشيه بشكل معين. فانا عندي بوينتس ماشيه كده وبوينتس ماشيه كده، صح؟ اند سو اون بقى بكل اشكال الايه؟ ها؟ الفانكشنز، تمام كده؟ قال طب لو انا عايز احكم بلين اعمل ايه؟ قال لو انت عندك بلين بالمنظر ده. دلوقتي انا عايز احكم يا مستر ياسر البوينتس اللي عليه، ورقة خلاصة، ورقة كتاب، ورقة بوكليت، عايز احكم البوينتس اللي عليه، احكمها ازاي؟ قال لي حط بوينت هنا كده وحركها كده 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 كده، طبعا انا بحط الانفينيتي بس يعني خلينا نحرك جوه ده كده، بالمنظر ده كده اهو انت حكمت البلين. قال لي بس بشرط البوينت اللي هتطلع بره البلين وهتنزل تحتيه تبقى ماشيه على الورقه، اللي تطلع فوق الورقه وهتنزل تحت الايه؟ يعني لو طلعت فوق الورقه يبقى هي ثابت البلين، نزلت تحتيه ثابت البلين، لازم احافظ ان هي دايما موجوده على ايه؟ ها؟ على الورقه ديت. طب نحكمها ازاي ديت؟ انا لو خدت بوينت اللي انا ابتديت احركها ديت من هنا كده واتحرك بيها رايح راجع رايح راجع عشان اعمل ده كله وسميتها مثلا بوينت ايه؟ مثلا بوينت ايه؟ قال طب جميل، يبقى تعال نشيل الكلام ده كده بقى ونشوف مع بعض اللي حصل ايه. انا دلوقتي عندي بوينت هنا اسمها بوينت ايه. قال لي هي رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، هاجي في مكان معين هنا كده في اي مكان، هقوم جاي هنا كده، هقول يا مستر ياسر عشان تحكم ان البوينت دي اللي كانت هنا وراحت ورجعت راحت ورجعت راحت لغايه ما جت في المكان ده كده، عشان تحكم ان هي ده طلعت فوق الورقه ونزلت تحت الورقه، هي لسه موجوده على الورقه فلسه ماسكه الورقه، لازم تحكمها ازاي؟ قال لي بص بقى يا مستر ياسر الحركه دي عفاريت بتوع الماس هيعملوا ايه؟ قال لي هنسمي دي البوينت ايه؟ اي بوينت هسميها بوينت مين ايه؟ واسمي البوينت دي بوينت بي، واقوم جاي هنا كده عامل بيربنديكولار فيكتور هسميه ان او نورمال، هعمل نورمال يعني بيربنديكولار. قال لي اشمعنى البيربنديكولار؟ قال لي عشان الان لو عامله كده وانت عندك يا محترم هنا بي ايه ده عامل كده فهتقولي الانجل بينهم كام؟ 90. اشمعنى؟ قال لي يا مستر ياسر عشان تحكم ان هي على الورقه هتحافظ دايما ان الانجل ما بين الان ما هو نورمال بقى، ما هو يا جماعه ما هو نورمال بقى، النورمال وما بين بي ايه ده دايما 90، بحيث لما تعمل الان دوت مع البي ايه لان جايه من البي رايحه الايه يطلع معاك بكام؟ زيرو، شرط البربنديكولار. اي طب نفذ يا مستر ياسر مع احترامي لحضرتك بقى يعني وليكن ما يكون، انا هعمل كده واخدها كلها على بعضها. بصوا هعمل ايه بقى كده اهو، هاخد كل اللي انا عملته ده كده على بعضه عشان نشوف ايه اللي هيحصل. افرض يا مستر ياسر انت البوينت دي قامت هربت منك، راحت فين يعني؟ قلعت طلعت فوق شويه، يعني بدل ما هي ماشيه في المكان ده كده قامت يا محترمين البوينت بي ديت طلعت في الهواء هنا كده. لو طلعت في الهواء فوق هنا كده اهو مثلا في المكان ده كده اهو مثلا، هتبقى البي ديت في الهواء، يبقى ثابت البلين ولا لا؟ صح كده؟ لما تسيب البلين الانجل دي تبقى كام؟ ها؟ اوبتيوس، لان ديت اكستيريور على التراينجل ده، شايفين التراينجل ده؟ صح؟ وانت عارف لما يكون عندي تراينجل كده وديت رايت انجل واعمل اكستيريور، الاكستيريور انجل ايكوال 90 مع الانجل ديت، مش ميجر اوف ذا اكستيريور انجل ايكوال السم of non-adjacent interior angle،
يبقى ديت بقت اوبتيس. يبقى لما تبقى اوبتيس انجل ما بين البي اي وما بين الان، هل كده موجوده على الورقه او طلعت فوق؟ ها طلعت فوق، يبقى ما ينفعش. يبقى لازم ده الشرط اللي يتحقق عشان اضمن ان هي موجوده على البلين، يعني يكون ماله بربيدي. اي طب نفرض ما طلعتش فوق، نفرض قامت نزلت تحت الورقه واستخبت، تستخبت تحت هنا كده، قال لي اه، وبقى ديت هي البي اي، قال لي اه. لو البي اي بالمنظر ده تبقى الانجل ديت اقل من 90، لان انت عندك فوق هنا في 90. لما يكون ده كده 90 يا محترمين يا مهذبين يا مؤدبين، ودي اكستيريور على الترينجل ده، يبقى لازم تكون ديت، ما هو انت عند انجل 90 دي ايكوال انجل اللي هنا بلس الانجل اللي هنا، يبقى لازم دي تكون اقل من 90. دي لسه ايه يا رجاله؟ 90. وبالتالي ده كده البي اي ده كده مع الان ده كده نوت بيربنديكولار، انها لسه 90، يبقى ده ما اتحققش. يبقى امتى ما يتحققش؟ لو نزلت تحت فبقت اكيد، لو طلعت فوق فبقت اوبتيس، نزلت تحت بقت اقل من 90، طلعت فوق بقت اكتر من 90. قال لي يبقى دلوقتي يا مستر البوينت دي ما بقتش على دي تحت الورقه، والبوينت دي فوق الورقه ثابت البلين. يبقى انا عشان اضمن ان البوينت ما تسيبش البلين لازم ده الكونديشن يتحقق. لازم الان النورمال لما اجي اعمله يا محترمين دوت مع البي اي يطلع يا مستر ياسر، يطلع يا مستر ياسر بيربنديكولار، يعني يطلع الدوت بكام؟ بزيرو. لا يطلع فوق الورقه ولا ينزل تحت الورقه. يبقى ايه الكونديشن عشان اضمن ان انا عندي دايما بلين؟ ان لازم الان، الان ده هو البيربنديكولار، هو ليه يا جماعه؟ البيربنديكولار فيكتور تو البلين اللي مع البي اي الدوت بتاعهم يطلع زيرو، وده شكل يا مستر ياسر الفورم بتاع الايكويشن اوف ذا بلين. تعال نشوف بقى يا مستر الشكل الطبيعي. انت دلوقتي بتقول يا مستر ياسر ان انا عندي دلوقتي كده اجي بلين بالمنظر ده كده اهو، في بوينت هنا اسمها وليكن بوينت A، وحاجه في مكان هنا عند بوينت اسمها يا مستر ياسر وليكن مثلا بوينت B، ده اتفاق بينا وبين بعض. هعمل بيربنديكولار عشان اضمن ان البوينت B ده اللي هي تتحرك رايحه جايه رايحه جايه، دي كانت رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، البي دي تتحرك، كل ما بي تتحرك كل ما، يعني لو بي دي جت هنا كده ده يجي معايا هنا كده، جت هنا كده يجي معايا هنا كده، جت هنا كده يجي معايا، يبقى البيربنديكولار رايح جاي معاها، رايح جاي ايه؟ معاها. قال عشان تضمن ان هو لا يطلع ولا ينزل على البلين لازم يكون يا مستر البي اي دوت البي اي دوت مع الان يكون ايكوال كام؟ زيرو، يعني لازم يكون دايما بيربنديكولار. تخيل معايا طلع فوق سنه، البي طارت في الهواء هنا تاني، بقول اهو، يبقى البي لو طلعت فوق البلين ثابت البلين ومشيت، هو يبقى ساعتها الانجل دي مش رايت. ده اكتر من 90، عشان ديت في الترينجل ده كده اهوت ايكوال 90 بلس ديت. يبقى يا مستر ياسر معنى كده طبعا بقت ديت اوبتيس اكتر من 90، يبقى ده مش هيتحقق، ده مش ايه؟ يبقى انا طلعت بره البلين. فعشان افضل دايما محافظ ان انا جوه البلين لازم دايما احافظ ان الدوت ايكوال كام؟ زيرو، صح؟ ولو نزلت تحت الورقه هتبقى لسه 90 برضه ما بقتش ايكوال زيرو، لان الدوت ما بقاش ايكوال كام؟ يبقى الشرط بتاعي ان دايما يا مستر ياسر الدوت ما بين البي اي وما بين الان ايكوال كام؟ الاي ديت ريبريزنت اني بوينت، ركزوا جدا معايا في الكلام ده بقى. الاي ديت ديت كده ريبريزنتس اني ها اني بوينت، يعني اكس واي وزد، ساعات بنسميها يا مستر ياسر ار، لكنها كام وكام وكام؟ اكس واي وزد، اتفقنا؟ طيب اما البي ديت يا مستر بتكون جيفن بوينت، بتكون يا شباب ها؟ جيفن بوينت، ماشي تتحرك معايا، جيفن يا شباب ها؟ بوينت، تمام؟ والان دوت يا مستر هو النورمال فيكتور، هو النورمال فيكتور. انت عندك دلوقتي لو جيت اشتغلت هنا طبعا ممكن تقولها، ممكن تسميها عشان بس تبقى زي المكتوب عندك، خليها ان دوت بي اي، اتفقنا خلاص؟ شايف في الدوت، الدوت عندي هنا في ايه؟ كوميتيتيف بروبرتي، ممكن تقول لي ايه دوت بي هي هي بي دوت اي، فان دوت بي اي هي هي بي اي دوت ان. اي طب ممكن نعمل كده ونخليها دوت مع اي ماينس بي، قلت له كلام الملوك لا يرد، ايكوال كام يا شباب؟ اي طب ما تدخل ان دوت هنا وتدخل ان دوت هنا، يبقى ان دوت اي ها ماينس ها ان دوت كام يا شباب؟ ايكوال زيرو. قال طب ما توديها الناحيه الثانيه، هقول يبقى ان دوت الاي ايكوالز ان دوت البي، قال لي وهي ديت يا مستر ياسر اللي بنسميها الفيكتور فورم. الفيكتور ايه يا شباب؟
انا عندي فيه فورمز، عندي فيكتور، عندي ستاندرد، عندي جنرال. حلو الكلام كده؟ حلو الكلام. طبعا الان ديت هي بتبقى عامله زي مكان الدي كده، فبتاخد نفس الشكل بتاع الاي والبي ومين ها؟ والسي. والبوينت بي دي اي بوينت بسميها اكس 1 واي 1 ومين ها؟ فديت يا مستر ياسر هي اي بوينت بتبقى نيوميريكال فاليو، دي كمان نيوميريكال فاليو. اما الايه بقى دايما بنسميها اكس واي وايه وزد، واتفقنا ان الايه ممكن نسميها ايه ار، فهشيل ديت عشان تبقى اني بوينت ان جنرال واحطها هنا كام يا رجاله. يبقى انت فاهم ان دوت هو الايه والبي والسي، وده بيكون جيفن، فاهم ان دوت اكس واي وزد اني بوينت، وفاهم ان ديت بتكون جيفن بوينت عباره عن اكس 1 واي 1 وزد ايه 1، ودي بتكون دايما جيفن ايه يا جماعه بوينت بيديهولك. اعيروني الاسماع والاذهان ودعونا نستمتع، نستمتع بجد النهارده بالسيشن ده، من امتع السيشنز اللي ممكن تاخدها في حياتك. اي طب مستر ياسر ده كده الفيكتور 4 يتهد بتوع المس عفاريت واد عفاريت، قاموا رجعوا يا مستر ياسر مسكوا دي، قال مش هنفكها. قلت له يا واد، قال لي والله ما فككها. يا واد بطل، قال لي لا مش هفكها. طب هتعمل ايه؟ قال لي بص هعمل ايه بقى، امسك ان دوت اي ماينس بي ونزل بيها تحت. قال لي ان دوت اي ها ماينس كام ايكوال كام الكلام ده زيرو، ولا تعالى نتدلع. قلت له نتدلع يا سلام. قال لي انت مش عارف ان الان ديت هي عباره عن الاي والبي والسي؟ قلت له اه مستر ياسر قايل لي. قال لي طب مش عارف ان الاي ديت عباره عن اي بوينت اكس؟ قلت له اه. مين قايل لي؟ ها مستر ياسر قايل لي. طب والبي دي جيفن بوينت عباره عن اكس 1 واي 1 وزد 1؟ قلت له اه انا عارف. قلت له طب الكلام ده ايكوال؟ قال لي اه ايكوال زيرو صح. قال لي طب ما تيجي نعمل ده ماينس مع ده. قلت له ما فيش مشكله لا باس. يبقى انا هحط هنا كده اكس ها ماينس اكس 1 كوما واي ماينس واي 1 كوما، هحط هنا كده ها زد ماينس زد 1 كوما. قال لي طب ما خلاص بقى مش لازمه الكبير ده. قلت له مش احسن برضه، وننزل يا مستر ياسر الاي والبي والسي، ده الكلام ده ايكوال كام؟ زيرو. قال لي طب مستر ياسر ما نيجي نعمل دوت، يبقى الاي ملتبلاي اكس ماينس اكس 1 بلس البي وواي ماينس واي 1 بلس السي ها وزد ماينس زد 1 ايكوال كام؟ قام جم سموا الشكل ده ستاندرد 4. قلت له يا ابن الجنيه ستاندرد؟ قال لي ستاندرد. ستاندرد 4؟ قال لي 4. قلت له طبعا الاكس ماينس دي ثابته، الواي ماينس دي ثابته، الزد ماينس دي ثابته، اما الاي والبي والسي بتبقى نيوميريكال، واكس 1 واي 1 زد 1 تبقى نيوميريكال. اي طب يتهدوا بتوع الماس عفاريت ولاد لذينه، فكوا البراكت. قلت له يا راجل. قال لي الله الله. قال لي الله. قلت له طب تعالى هتعمل ايه؟ قال لي هدخل بلس سي زد ماينس ايه ها ايكوال كام؟ قال لي طب ما ديت ثابته. قال لي اه ديت ثابته اكس ما بتتغيرش اللي هي جايه من هنا، وديت ثابته واي ما بتتغيرش جايه من هنا، ودي ثابته زد جايه من هنا. قلت له كلام الملوك لا يراد، يبقى ax بلس by بلس cz ماينس ها ده بقى نيوميريكال بقى. قال لي بلس كماينس تاني بي، وده نيوميريكال وده كمان يا مستر نيوميريكال. قال لي طالما كلها نمبرز مع بعض في السخان كده، فانا هاخد كل الباكج ده اللي اسمه نمبرز كل ده نيوميريكال فاليو كده يا رجاله ونسميه دي. قلت له كلام الملوك لا يرد، يبقى انت عندك المنظر ده كده اهوت، هو يا مستر اسمه الجنرال فورم. اسمه ايه؟ الجنرال فورم. طبعا لاحظ ان انت عندك ده الاي والبي والسي، دوت هو الان، ده هو الايه. فلما يقول لك 3x بلس 4y ماينس 2z بلس 8 ايكوال 0، تقول يبقى الان هطلعها بعينيا عباره عن 3 و4 ونيجاتيف 2، ده البيربنديكولار فيكتور تو ذا بلين. يبقى انت كده يا محترم عندك كام فورمه؟ 3. طب ما تيجي تدينا اكزامبل كده نيوميريكال عشان نحس الموضوع انا وانت مع بعض. قلت له تعال نحسه مع بعض. زي مثلا انت عندك بلين يا محترم، انا عايز الديفرنت فورمز بتاعته، وهديك الان عباره عن 1 ونيجاتيف 2 و3، وعندي يا مستر ياسر باسس ثرو بوينت 5 و7 ونيجاتيف 2 مثلا. قال لي عايزين طبعا دي دايما البوينت اللي بيعدي عليها انا بديها بيني وبين ولادي كده بوينت بي، بوينت مين؟ بي. يبقى انا عندي كام فورم؟ ها 3. عندي الفيكتور فورم ها، الستاندرد فورم ها، الجنرال فورم. يلا اعيروني الاسماع والاذهان.
لو انت محتاج الفيكتور، الناس بقى اللي عندها ذاكره بصريه هتبقى ان دوت ار ايكوالز ان دوت بي. الان عند حضرتك 1 ونيجاتيف 2 و 3، اما الار بسيبها زي ما هي واحط 1 ونيجاتيف 2 و 3 دوت مع البي اللي هي 5 و 7 ونيجاتيف 2. كده احنا جبنا ليه يا رجاله؟ ممكن تروش؟ قال لي طبعا اموت في الترويش. تعال نعمل ايه؟ 1 باي 5 بكام؟ حطيها في دماغك. نيجاتيف 2 باي 7 بكام؟ 5 ماينس 14. نيجاتيف 9 ونيجاتيف 6 كام؟ نيجاتيف 15. نيجاتيف كام؟ 15. يبقى انا عندي ممكن احط كده 1 ونيجاتيف 2 و 3 دوت مع الار واحط نيجاتيف 15. ده كده اسمه الفيكتور فورم. طب اديني يا مستر الستاندرد، كان ليها شكل اساسي ان انت عندك ايه؟ x ماينس x1. ها يا ابني حط ال a وال b وال c. ادي ال a وادي ال b وادي ال c وادي x1 وادي y1 وادي z1. يبقى انا عندي ها هحط اول حاجه 1 وافتح براكت x ماينس 5 بلس، لا خليها ماينس بقى عشان b بنيجاتيف 2 ماينس ها 2 y ماينس 7 بعد كده بلس 3 وزد ماينس ماينس 2 ايكوال كام؟ 0. تعال نفك كده مع بعض. قال يلا فك. ممكن بقى عشان تجيب الجنرال افك من هنا، دي اكنها اكس وواي وايه؟ وزد. لو قلت 1 مع اكس يبقى اكنها اكس ماينس 2y ها بلس 3 زد ايكوال كام؟ نيجاتيف 15. او تخليها اكس ماينس 2y بلس 3 زد بلس 15 ايكوال كام؟ هو انا تخيلت ان دي اكس وواي وزد وعملت ال1 ملتبلاي مع الاكس ونيجاتيف 2 ملتبلاي. او فك من هنا، لو عملت 1 باي اكس باكس وديت نيجاتيف 5 خليها في دماغك نيجاتيف 5، خد ديت مع ديت نيجاتيف 2y وديت بوزيتيف 7، خد ديت مع ديت 3z وديت 6 صح ولا لا؟ صح؟ بوزيتيف 14 اسف. يبقى نيجاتيف 5 وبوزيتيف 14 وبوزيتيف كام؟ 20 ماينس 5 15. يعني سواء فكيت الستاندرد او فكينا هنا من عند الفيكتور الاثنين حلوا نفس الايه؟ المنصب بتاع الجنرال. كده احنا خلصنا الفكره. تعال نشوف بقى ازاي نتشالب مع بعض في المسائل. Find the different forms of the equation of the plane that has normal vector. مديك ال n اهو. يبقى انا عندي ال n عباره عن كام؟ سيبك من ال i وال j وال k. وكونتينس البوينت دي اكنها اكس 1 واي 1 زد كام؟ وده هنا كده اي بي سي صح؟ مين حفظ الفيكتور فورم؟ ها؟ الفيكتور يا مستر ياسر فورم هيبقى عباره عن ان دوت ار ان دوت بي. بي دايما احنا بنسميها جيفن بوينت ماشي؟ ال ان 2 1 وكام؟ دوت مع الار شبه زي ما هي ار واحط تاني دوت مع البي اللي هي كام البي؟ 5 ونيجاتيف 1 و 3. يلا نفك يا مستر ياسر بشويش. يبقى 2 1 ونيجاتيف 1 دوت مع الار هيبقى عندك 10. 10 مع نيجاتيف 1 بيبقى 9. 9 ماينس 3 تديك 6. قال لي اي نيد الستاندرد بدلي. قلت له لا، لو انت عايز الستاندرد بقى بدلي بقى يبقى الموضوع تعالى هنا بقى. القانون بتاعي ايه؟ اكس ماينس اكس 1. ها يا ابني شفت بلس قالها ازاي؟ واي ماينس واي 1 وزد ماينس زد 1 ها ايكوال كام؟ ها الاي بكام؟ ب 2. اكس ماينس اكس 1 بكام؟ نطلع فاش بدي اكس 1 ودي واي 1 ودي زد 1 عشان بس ما تزولش بس ها؟ ما بحبش اتزاول انا. يلا يا ابني يلا يا ابني العلم. البي بكام؟ 1 خلاص واسيبك من 1. واي ماينس كام؟ ماينس ماينس تبقى بلس. السي بكام؟ يبقى نيجاتيف 1 والزد ماينس. طب تعال نشوف تحب الجنرال من هنا ولا من هنا؟ انا شايف هنا اسهل. عشان هتبقى 2x بلس y ماينس z رجع 6 ايكوال 0 خلصت. هي هي لو فكيت 2x اهي، لو فكيت 1y اهي، نيجاتيف z اهي. جمع بقى نيجاتيف 10 و1 نيجاتيف 9، نيجاتيف 9 مع بوزيتيف 3 بنيجاتيف 6 دلع. اي ايكويشن جنرال بالمنظر ده كده اهو. والان يا مستر النورمال ده هيكون يا مستر a وb وc. قال لي هنا لو انت عندك بوينت بس اداك يا مستر النورمال ده الاي بزيرو، ده معناها ان يا مستر الايكويشن بتاع البلين او البلين نفسه بارلل مع الاكس اكس. بارلل مع مين؟ يبقى انت لو ما عندكش يا محترم ايه يعني، انت ما عندكش ديت موجوده، ما ده بزيرو يعني شايل الجزء ده، بقت الايكويشن بي واي بلس زد بلس دي ايكوال زيرو. يبقى انت عندك هنا دلوقتي يا مستر هو قطع الواي، ما في واي
وقطع الزد ما في زد زي بالظبط. لو احنا خدناها ببساطه جدا عشان بس ما تكبرش الموضوع على نفسك، لما اقول لك ايه الاكس ايكوال 3 والواي ايكوال 5 و2x بلس 3y ايكوال 6، ايه الفرق بين التلاته ايكويشن دول؟ هنا الاكس والواي مكتوبين، وبالتالي يبقى اللاين بتاعي قطع الاكس وقطع الايه؟ لان اكس واي مكتوبين. طب هنا واي بس اللي مكتوبه مفيش اكس، اقول يبقى ما قطعش الاكس. ما قطعهاش. طب يعني ايه ما قطعش الاكس؟ يعني بارلل مع الاكس وقطع الواي عند كام؟ عند 5. طب هنا في اكس بس يبقى ستريت لاين برضه. يعني مش معنى ان في اكس بس ان هو مش ستريت لاين، لا ستريت لاين برضه. بس ما قطعش الواي، الواي ما جاتش. الواي ما جاتش لسه. فين الواي؟ قال لي ما جاتش، تقول خلاص عنها ما جت، انا ما لمستهاش. اهي يبقى ده عباره عن، ده عباره لو ده اكس وده واي كده، اوكي لو ده كده اكس وده واي كده، فانت عندك يا مستر اكس ايكوال 3 يعني قطع الاكس عند كام؟ وبارلل مع الواي. يبقى معنى ان هو الحاجه مش مكتوبه يبقى بارلل معاها، ده الثاني اعدادي. مفيش اكس يعني واي ايكوال نمبر يبقى بارلل مع الاكس، اكس ايكوال نمبر بارلل مع الواي. طب في الاثنين يبقى قطع الاثنين. فهنا يا مستر يجي يقول لي بنفس كده احنا كبار بقى في ثالثه ثانوي، الاي بزيرو، معنى ايه بزيرو؟ يعني جه على الايكويشن نفسها هنا ولغى الاكس، معنى ان هو يجي هنا كده يلغي الاكس، الاكس ما جاتش، يبقى ده بارلل مع مين؟ مع الاكس، بالقياس. بالقياس الغي الاكس يعني احط الاي بزيرو. طب لو جيت حطيت البي بزيرو يبقى انا لغيت الواي، يبقى بارلل مع الواي. طب يا مستر حطيت السي بزيرو يبقى بارلل مع الزد. طب الدي بزيرو، الديب زيرو يعني في اكس وفي واي وفي زد، قطع الثلاثه بس يا مستر ما بعدش يا مستر عن، مفيش ابسوليوت. لو حصل كده يبقى ساعتها عدى على الاوريجين، يبقى احنا حسبنا البارلل 2 ودخلنا في الباسز، هنا باسز مع الاوريجين عدى على ايه؟ ودي برضو خدناها واحنا صغيرين. لو قال لك هنا ايكوال هنا كونستانت بالمنظر ده يبقى هو بعيد عن الاوريجين، لكن لو قال لك هنا 2x بلس 3y ايكوال 0 يبقى لازم يعدي على مين؟ على الاوريجين، عشان الاوريجين ساتيسفاي الايكويشن. لما احط x ب 0 وy ب 0 2 باي 0 بلس 3 باي 0 هيديك 0، يبقى 0 و 0 ساتيسفاي الايكويشن، ومعنى ان هي ساتيسفاي الايكويشن ان هو باس ثرو ذا اوريجين. يبقى لما تلاقي اكسات وايات ومفيش نمبر كونستانت غير الزيرو، مفيش ابسوليوت، طبعا مش مفيش ابسوليوت، هو الزيرو نفسه ابسوليوت مع without x y z، بس قصدي مفيش نيوميريكال فاليو يعني ثانيه غير الزيرو، وطلعت معايا زيرو، يبقى افهم من كده ان لازم يكون الستريت لاين بيعدي على ايه؟ على الاوريجين. طب لما اتكلم في البلين المبادئ لا تتجزا، المبادئ لا تتجزا، اللي حصل وانت كتكوت صغنن بيحصل وانت راجل كبير، فانت برضه يا محترم طالما في زيرو يبقى انت ايه؟ ها؟ معدي على الاوريجين. فانت عندك لامتى يعدي على الاوريجين؟ لو مفيش نمبر. يعني ايه مفيش نمبر لوحده؟ يعني مفيش دي، يعني الدي بزيرو. تو طيب؟ قال لي طب لو عدت على الاكس، اقول له استنى بقى، لو الاي والدي مع بعض بزيرو. يا راجل، قال لي اه، ما انت الدي بزيرو عديت على الاوريجين والاي بزيرو بارلل مع الاكس، عشان تعدي على الاوريجين وانت بارلل مع الاكس يبقى انت بتعدي على الاكس اكس نفسه، بتعدي على ايه؟ اكس اكس نفسه. يبقى الاي والدي، الدي لوحدها اوريجين، الاي بارلل مع الاكس، الاكس اهو انا بارلل معاه بس بارلل من فوق مش معدي. قال لي لا ده الدي بزيرو انت لازم تعدي على الاوريجين تحت. قال يبقى انت بتعدي على اكس اكس نفسه، يبقى ايه ودي مع بعض بزيرو يبقى انت عديت على الاكس، بي ودي يبقى انت عديت على الواي، سي ودي يبقى انت عديت على مين؟ ها؟ على الزد. يبقى دلوقتي عندك كام واحده باصص؟ 1 2 3 4 دي لوحدها يبقى انت اوريجين، اي ودي يبقى انت اكس، بي ودي يبقى انت واي، سي ودي يبقى انت زد. طبعا لما تكون السي والدي يا مستر ياسر يعني انت بتشيل الزد وتشيل ده، ويبقى الايكويشن عباره عن تو نمبرز مثلا 2x بلس 3y ايكوال 0، نمبر مع الاكس مفيش لا زد ولا في نمبر نيوميريكال، يبقى انت بتعدي على الزد اكس. كده خدنا بارلل مع الاكسز وباصص ثرو الاكسز، ماشي خدنا كونديشنز عشان نيجي نحل امتحان مسائل. اي طب لو انت عندك يا مستر الاي والبي، اه الاي والبي المره دي يا مستر ياسر بزيرو، قال لي يعني لا في اكس ولا في واي، فانت عندك كده زد نمبر مع زد ونمبر لوحده، يعني مثلا لو عندي 2 زد ماينس 4 ايكوال 0 يبقى معنى كده ان الزد ايكوال كام؟ 2. لما يكون عندي بلين بالمنظر ده يبقى البلين ده يا محترمين بارلل مع الاكس، لانه قطع الزد بس. طب ما قطع الزد بس وما لمسش لا اكس ولا واي، يبقى بارلل مع مين؟ مع اكس واي.
اي طب لو انا عندي يا مستر الاكس ايكوال نمبر يبقى بارلل مع الواي زد زي بالظبط هنا، لما اكون قاطع الاكس بس يبقى اكس بس هي اللي مكتوبه، يبقى انا بارلل مع الواي. ده لو في 2 دي. طب لو في 3 دي يبقى انا عندي يا مستر قطعت الاكس اكس بس، عشان اقطع الاكس اكس بس يبقى بارلل مع مين ومين؟ مع الواي والزد. يعني لو عندي كده وعندي كده وعندي كده وده الواي وجيت قطعت الواي عند 2، ده كده يا محترمين هو الاكس زد بلين. عشان اقطع الواي عند 2 فانا هعمل بلين بالمنظر ده كده اهو، قاطع الواي عند 2 معدي عند 2، يبقى البلين ده الايكويشن بتاعته واي ايكوال 2. ليه؟ قال انه قاطع الواي عند 2. قال طب فين الاكس وزد؟ قالوا ما هو بارلل معاهم، ده كده بارلل مع ده كده، ما قطعهمش اساسا. لازم تقعد تحفظ الكلام ده مع نفسك. A و B يعني لما يلغي الإكس والواي يبقى أنا بارلل مع الإكس واي بلين، لما ألغي يا محترمين يا مؤدبين الواي والزد يبقى أنا بارلل مع الواي زد، ألغي الإكس والزد بارلل مع الإكس زد. الواي زد نفسه بلين عشان يجيب إيكويشن بتاع واي زد هنا، فأنا بلغي الواي والزد يبقى الإكس بس، يكون إكس إيكوال كام؟ وواي إيكوال 0 معناها إيه؟ ان انت ده البلين الايكويشن بتاع اكس زد، وزد ايكوال 0 يعني الايكويشن بتاع مين؟ اكس واي. الكلام ده لازم تكون انت عارفه وتقعد مع نفسك كده ترجمه في مخك. اتعلمنا ازاي نعمل 3 فورمز بتاع الايكويشن، وتعلمنا حبه نوت ذات في منتهى 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 الاهميه، لازم تبقى عارفهم كويس جدا 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 جدا. اوكي، عندي 3 بارلل مع الاكسس، فيها مستر ياسر علامات للبارلل مع الاكسس كده، فيها مستر ياسر علامات للبارلل مع البلين كده، فيها مستر لما بيعدي على الايه؟ على البلين. لازم تقسمها لنفسك كده. هل كل مره هيديني الان دي بوينت؟ هيهات هيهات يلعب معايا بقى. خلينا انا اجيب الحاجه، يقول لك هنا ايه؟ انا اجيب الان واجيب البوينت وادلع مع نفسي. يقول لي هنا find the different forms of the equation of the plane that passes through the point ده وده وده. قال يعني دلوقتي عندي بلين يا مستر ياسر. طبعا انا برسم عشان بس الناس تحس معايا لعل وايه وعسى، شكلها لا عل ولا عسى. ادي بوينت ودي بوينت تانية ودي بوينت تالت. قال يا مستر ياسر انت عايز ايه؟ قال انا محتاج الديفرنت فورمز بتاع الايكويشن بتاع البلين. قلت له يا مستر ياسر اتقي الله، انا عشان اجيب لك ايكويشن اوف ذا بلين اديني بوينت واحده، واديني يا مستر ياسر النورمال البربنديكولار فيكتور. قال لا انا هديك 3. مستر بطل، مش هبطل. طب نعمل ايه؟ في طريقتين، طريقه الناس اللي بتفهم دي اللي هشرحها. هسال سؤال محرج. انا دلوقتي عشان اجيب ايكويشن اوف ذا بلين عايز ان او عايز بربنديكولار فيكتور. كلمه بربنديكولار فيكتور ديت على البلين ما بتفكركوش بحاجه؟ ما بتلمسكوش؟ كلمه بربنديكولار فيكتور يا محترمين تفكرني بالكروس بين تو فيكتورز. عشان اجيب البربنديكولار فيكتور لازم اعمل كروس ما بين اثنين فيكتور في البلين. يعني يكون عندي بلين وعايز اجيب فيكتور بربنديكولار عليه، اعمل كروس ما بين اثنين فيكتور في قلب البلين. فانا دلوقتي عايز اثنين فيكتور يكونوا يا مستر جو اوت او كام ان ذا سيم بوينت. فانا هقول مثلا هاخد الفيكتور اي سي وهاخد الفيكتور اي بي، دول اثنين جو اوت. ممكن طيب تاني ياخد الفيكتور بي اي وسي اي داخلين على الايه؟ او خارج من عند البي، بي اي وبي سي، او داخل على البي سي بي واي بي. يعني المهم داخلين او ايه؟ خارجين. اي لو انت عندك الاثنين فيكتور دول وعملتهم كروس مع بعض يبقى انت هتقدر تحصل على البربنديكولار فيكتور ان، اللي هو بربنديكولار يا مستر ياسر على ده وبربنديكولار كمان على ده، فيبقى بربنديكولار على مين؟ ها؟ على البلين. لان انت محتاج ان يا مستر ياسر. اي نيد بدلي على فكره. طب خلاص تعال نشوف هنعمل ايه. يبقى انت دلوقتي يا محترم عايز تجيب ايكويشن لازم تبقى فاهم ايه التولز اللي انت محتاجها. لازم تفكر بدماغك وتعمل اناليسيس للشغل. انا عايز دلوقتي اجيب ايكويشن لبلين مفيش نورمال. كلمه مفيش نورمال يعني مفيش بيربنديكولار فيكتور اون ذا بلين. عشان اجيب بيربنديكولار على بلين لازم يكون عندي اتنين فيكتور موجودين في قلب البلين واعملهم كروس مع بعض. اعملهم كروس مع بعض. قال لي طب ما عنديش اتنين فيكتور في قلب البلين. قال لي ما انت عندك 3 بوينتس، خد الفيكتور اي بي وخد الفيكتور اي سي. يبقى طب بس انا ما عنديش الاي بي. تتق الله يجعل لك مخرجا. ما انت الاي بي بتاع حضرتك عباره عن بي ماينس اي، البي عندك عباره عن 4 و5 و1 ماينس الاي عندك عباره عن 0 و نيجاتيف 1 و نيجاتيف 1.
فيبقى ال AB equals 4 minus 0 0 5 minus minus by 6 1 minus minus by 2 ادي ال AB. تعال نجيب كمان ال AC. قالوا ال AC عبارة عن C minus A. ال C عندك يا محترم عبارة عن 3 و 9 و 4 minus ال A عبارة عن 0 و negative 1 و negative 1. قال لي اعمل الماينس كده هيطلع عندي الاي سي يا شباب يا محترمه 3 ماينس 0 ب 3 9 ماينس ماينس بقت 10 وعندك 4 ماينس ماينس بقت 5. بقى دلوقتي عند حضرتك في الاي بي وفي الاي سي. اي طب ما احنا ممكن نجيب الان. قلت له هاو كام؟ قال لي ما هو الان دوت البربنديكولار على البلين ويتش كونتينز التو في فيكتورز اي سي واي بي هو عباره عن الكروس ما بين اي بي وما بين اي سي. قلت له يبقى هنعمل كده هحط الاي والجي والكي واعمل كده هحط الاي بي ب 4 و 6 و 2 واحط الاي سي ب 3 و 10 و 5 واعمل الكروس فهيبقى عندي 30 ماينس 20 ب 10 اي كده عندك نيجاتيف عشان الجي معاها نيجاتيف عندك 20 ماينس 6 ب 14 جي وبعد كده عندك يا محترم الكي هتبقى 40 ماينس 18 ب 22 ب 22 كي. حاول معنى كده يا مستر ياسر ان انت عايز تقول ان الان ايكوالز 10 ونيجاتيف 14 و 22 وما تنساش ان ديت ريشيو عامله زي الدي از الدايركتد فيكتور يعني ممكن اعمل لها سمبليفاي فهاخد الان عباره عن 5 ونيجاتيف 7 و 11 ديت هي الان بتاعتك. قال طب كده انت جبت يبقى كل ده عشان تحضر الـ N أو الـ Perpendicular Vector to the Plane. جبت الـ N يا محترم بـ 5 ونيجاتيف 7 و 11. قال لي محتاج بوينت. قال لي خد أي واحدة من التلاتة. أنا هاخد بوينت بي الفعلية. هقول له مش البوينت بي عندي عبارة عن فوق أهيت بـ 4 و 5 و 1 ولو خدت بوينت A صح. لو خدت بوينت C صح. Any point in the plane ممكن تاخدها. أي طب يلا يا مستر ياسر تعال نعمل بقى الفورمز بتاعتنا. حاولوا أول حاجة الفيكتور فورم. حاولوا الفيكتور يا مستر ياسر فورم هتبقى عبارة عن N دوت مع الـ R equals N دوت مع الـ B. حاولوا الـ N عندي 5 ونيجاتيف 7 و11 دوت مع الـ R حاسبها وتاني يا مستر 5 ونيجاتيف 7 و11 دوت مع الـ B فالـ B عبارة عن 4 و5 و1. قال لي ممكن تخلص؟ قلت له تعالى نظبطها له مستر برضه ولازم ندلع المستر بتاعنا 5 باي 4 هتبقى 20 نيجاتيف 35 بلس 11 هيطلع معاك نيجاتيف 4 يبقى عندي 5 ونيجاتيف 7 و11 دوت ار ايكوال كام؟ نيجاتيف 4 هو ده الشكل بتاعنا. قال لي مستر ياسر هات لي الستاندرد. هقول له الستاندرد فورم بتاعتي هتبقى عباره عن ها عباره عن ايه الستاندرد؟ هقول يا مستر الاي واحط اكس ماينس اكس 1 اكس 1 على فكره هي بتاعت البي ديت اكس 1 وديت واي 1 وديت زد 1 في اكس ماينس اكس 1 كده عندك بلس يبقى نيجاتيف 7 ها مع واي ماينس واي 1 5 كده عندك يا محترم بوزيتيف 11 وعندك زد ماينس كام؟ ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 4. اي طب هات لي يا مستر ياسر الجنرال. هقول يبقى الجنرال بتاعتي هفك هنا بقى يبقى 5x minus 7y plus 11z plus 4 equal 0 وده اللي مكتوب عندكم بمنتهى البساطه. دي الطريقه الناس اللي فاهمه بتعمل ايه. لكن في طريقه ثانيه مش غلط على فكره ان هو يعمل ايه بقى؟ هي بتبقى عباره عن قانون طبعا x minus دي ثابته y minus ثابته z minus ثابته وتحط بقى x1 هنا 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 y1 هنا 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 z1 هنا هنا وx2 وتفك الكلام ده فيطلع معاك بمنتهى الهدوء الجنرال على طول زي ما احنا جبناه من شويه الجنرال اهو. يقول لي دلوقتي انا عايز different forms of equation of plane that contains two straight lines. يعني دلوقتي هو مديني two straight lines دي plane بالمنظر ده كده اهو plane اهوت. البلين ده contains جواه two straight lines. اوكي. هسأل سؤال محرج على السريع كده، هل التو لاينز دول بارلل أو نوت بارلل؟ من بعينك كده بالنظرة كده بارلل ولا لا؟ لا مش بارلل. لا مش بارلل، ليه مش بارلل؟ عشان الدايركشن مش زي الدايركشن، الدايركشن هنا حمادة وهنا حمادة تانية خالص. لو كان 2 نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 والتاني برضه 2 نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 أو تانية 4 ونيجاتيف 4 ونيجاتيف 2، يعني لو بينهم كونستانت يبقى بارلل.
طب ما الدايركشنز يا مستر ما فيش بينهم كونستانت. هو انا اسف انا اقول لك ان هم مش بارلل. طب انت عندك في البلين، في البلين طالما ان ذا سيم بلين يبقى انا عندي اللاينز يا بارلل يا انترسكتنج، يبقى دول مالهم؟ ها انترسكتنج. بس انت لازم تثبت له ان هم انترسكتنج، تمام كده بالطريقه القديمه بتاعتنا. تقول له اه ايوه انت عندك البوزيشن بتوين تو ستريت لاينز ان سبيس هم في بوزيشنز يا بارلل ودول بيكونوا ان ذا سيم بلين، يا انترسكتنج ان ذا سيم بلين يا سكيو، ودول نون كوبلينر مش في نفس البلين. يبقى انا الواقع بيقول لي ان هم انترسكتنج ان هو كونتينس يا مستر بلين نفس التو ستريت لاينز. فهو مثلا في ستريت لاين عامل كده والتاني انترسكتنج معاه بالمنظر ده، يبقى ده عباره عن ار 1 عباره عن نيجاتيف 1 ونيجاتيف 3 و 4. خليها ديت ار 2 كام وكام وكام يا ابني؟ طب وديت ار 1 بكام وكام وكام؟ طب جميل جدا. ايوه لازم ابروف ان هما انترسكتنج. فهقول خلاص الاول قبل ما تشتغل تعال نسبه هما انترسكتنج. فاكرين لما كنت بجيبها هما الاثنين بالبارامتريك في هكتب ار 1 عامله كده واقول يا مستر ياسر هتبقى ايكوال ها 5 لا لا ار 1 هي 5 بلس 2 تي 1 كوما نيجاتيف 7 ماينس 2 تي 1 كوما عندي 0 خلاص يبقى ماينس تي 1. تعال نجيب تي 2 بقى هنجيب ار 2 هقول يبقى ساعتها هشتغل على اللي فوق ديت. فهقول نيجاتيف 1 بلس 3 تي 2 كوما نيجاتيف 3 ماينس 4 تي 2 كوما ها 4 ماينس تي 2 كده بقى عندك ار 1 وار 2. هقول لو هما يا مستر انترسكتنج فعلا لازم اطمن ان هما انترسكتنج. فلو هما انترسكتنج فعلا يا مستر ياسر لازم تبقى الاكس فوق قد الاكس ايه ها قد الاكس تحت، ولازم الواي من فوق قد الواي من تحت، ولازم الزد من فوق قد الزد من تحت. هيبقى عندي كده وهيبقى عندي كده وهيبقى عندي كده. هقول يبقى انا عندي 2t1 minus 3t2 equals negative 6 كده عندي negative 2t1 plus 4t2 equals 4 كده عندي negative t1 plus t2 equals 4. هاخد دول اعملهم مود 5-1 صح ولا لا؟ لما اعمل مود دول مود 5-1 يطلع عندي t1 بكام؟ بنيجاتيف 6 والتي 2 بكام؟ بنيجاتيف 2. قال يا مستر ياسر دي equation number 3. In 3 we get ايه بقى؟ we get that ها negative negative تبقى positive 6 minus 2 equal 4 يبقى satisfy or satisfy. يبقى ده كده يا مستر ياسر satisfy. يبقى هما فعلا intersect. لو انت interested بالintersection point هاتي تي 1 عوض بيها فوق او هاتي تي 2 عوض بيها فين؟ تحت صح؟ طب جميل جدا. طالما تعالى كده احنا اثبتنا هما مع بعض في نفس البليد. كل ده انا لسه ما جبتش الان. قال لي ما انت عشان تجيب الان يبقى انت عايز البربنديكولار فيكتور على البلين اللي هو عامل بربنديكولار مع اللاين ده وعامل بربنديكولار مع اللاين ده. قال طب نجيب ازاي البربنديكولار فيكتور؟ لازم تمسك فيكتور هنا ولازم امسك فيكتور هنا. هقول له ما الفيكتور اللي موجود على اللاين ده اللي اسمه ار1 هو دي1 مش انا ماشي دي1 يا جماعه؟ قال لي اه. وهنا اللاين ده ماشي عليه دي 2. قلت له خلاص يبقى انا لو عملت الدي 1 ده كروس مع الدي 2 ده لو عملت الاثنين كروس مع بعض هحصل على الان. يبقى انت هتجيب الان ازاي هنا بقى؟ انك تعمل دي 1 كروس مع الدي 2. هقول يبقى يا مستر ياسر عشان نجيب الان انا هعمل دي 1 كروس مع الدي 2. الدي 1 ماشي يا مستر مع الفيكتور الاولاني او اللاين الاولاني والدي 2 ماشي مع اللاين الثاني. فين اللاين الاولاني؟ اهو. فين الدي بتاعته؟ 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. فهحط هنا كده 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. فين الدي 2؟ الدي 2 في المكان ده اهو مع اللاين الثاني 3 ونيجاتيف 4 ونيجاتيف 1. فهحط 3 ونيجاتيف 4 ونيجاتيف 1 وابدا اعمل كروس هيبقى 2 ماينس 4 بنيجاتيف 2 اي. كده عندك الجي في نيجاتيف اساسا واعمل نيجاتيف 2 ماينس يبقى بلس 3 تديك جي. كده اخر واحده نيجاتيف 8 نيجاتيف 8 بلس 6 بنيجاتيف 2 كي. هقول يبقى الان بتاعتي هتبقى عباره عن
نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، يعني الان بتاعتي هتبقى عباره عن 2 و1 و2. ديت الان، ديت مين يا جماعه؟ الان. جبت الان بالشكل ده. عايزين بوينت بقى. قال يا نهار ابيض، ده انت عندك كذا بوينت. اولا انت عندك بوينت على ار2 ممكن تاخدها، وبوينت على ار1 ممكن تاخدها، وممكن تاخد كمان البوينت اوف انترسكشن لما تجيبها، لما تعوض بالتي1 هنا او بالتي2 هنا. بس ليه اوجع قلبي؟ انا هاخد البوينت دي وخلاص، 5 ونيجاتيف 7 و0. فهقوم جاي تحت هنا واخد البوينت عباره عن 5 ونيجاتيف 7 و0. ادي البوينت هسميها بي مثلا، هقول يبقى الفيكتور 4 عباره عن ان دوت ار ايكوالز ان دوت بي. الان عباره عن 2 و1 و2، دوت الار بسيبها زي ما هي، وعندي 2 و1 و2، دوت البي بتبقى عباره عن 5 ونيجاتيف 7 وكام؟ و0. حاول يا مستر يبقى 2 و1 و2 دوت الار، فهتبقى عباره عن 10 ماينس 7 تطلع 3. يبقى اول واحده بالمنظر ده كده اهوت هتبقى ايكوال 3. لو انت محتاج لستاندرد هتبقى الايه بتاعتك اهيت والبي والسي، فهقول يبقى ايه اكس ماينس 5 بلس بي ال1 واي ماينس ماينس تبقى بلس 7 كده عندك بلس 2، وعندي يا مستر ياسر زد ماينس 0 يعني اكنها زد. وبكده انت ممكن تجيب الجنرال بتاعتك ان انت تقولي ديت اكنها اكس واي وزد، يبقى 2x بلس y بلس 2z ماينس 3 ايكوال 0. بكده جبنا ال 3 فورمز ديت الستاندرد وديت الجنرال بتاعتك، وبكده يبقى انت جبت التلات اشكال. ايه العلاقه بين بلين وستريت لاين ان جنرال؟ بين بلين وستريت لاين عندي 3 ريليشنز، يا متى دي اللاين بارل مع البلين، يا انترسكتنج مع البلين، يا سبست منين؟ من البلين. خليها في دماغك ديت. تعالى ناخد حبه معلومات ثانيه. في حاجة اسمها اكس انترسبت، هنشوف دلوقتي مسائل بس تعالى نشوفها الأول هنا. اكس انترسبت، واي انترسبت، زد انترسبت، إيه يا مستر القصة دي؟ أعيني الأسماع والأذهان. يعني إيه اكس انترسبت، واي انترسبت، زد انترسبت؟ يعني قطعت الإكس أكس فين؟ قطعت الواي أكس فين؟ قطعت الزد أكس فين؟ لأن أنت عندك لو تخيلت معايا إن أنت عندك كده وعندك كده وعندك كده. آدي اكس وآدي واي وآدي زد. وفي بلين عدى قطع الزد هنا، وقطع الاكس في المكان ده، وقطع الواي في المكان ده، فانت عندك البلين ده عامل زي الزحليقه كده. لو انا راجل اكيوريت معاك 100% يبقى المفروض انت مش شايف الجزء ده، ده مش باين بالنسبه لحضرتك، فده مستخبي ورا البلين. الجزء من الاكس مستخبي، وجزء من الواي، وجزء من الزد. زي مثلا الايكويشن بتاعتك كانت عباره عن 2x بلس 3y ماينس 4z وال ايكوال 12. دي equation of plane، general equation بس ودى 12 الناحية التانية، وعايز يعرف هي فين مكان مقاطع الإكس. قال لي يا مستر ياسر عشان تعرف فين مكان عندك طريقتين من الحل، ركز معايا بقى، هقول الطريقتين وأنت اختار الطريقة اللي تعجبك. قال لي أنت عندك سكتين عشان تعرف فين مكان الإكس، قاطع الإكس فين والواي فين والزد فين. الطريقة الأولانية لو أنت عايز بوينت على الإكس يبقى أنت هتبوت ها الواي والزد بكام؟ فلو حطيت الواي والزد بزيرو هيبقى 2x equal 12، يبقى الاكس بكام؟ ب 6، يبقى المكان ده 6، يبقى اسمه الاكس انترسبت equal 6. او يا مستر البوينت دي كلها على بعضها اسمها 6 و0 كام؟ و0. قال لي طب لو انت عايز يا مستر ياسر قطع فين الواي؟ عشان تجيب الواي يبقى احط اكس وزد بكام؟ فساعتها اللي هيحصل دلوقتي لما تكون الاكس والزد بزيرو يبقى 3y equal 12، يبقى الواي equal كام؟ 4. يعني قطع المكان ده كده عند 4 وتبقى البوينت بتاعتي 0 و4 و0. قال طب لو عايز اعرف يا مستر ياسر قطع الزد فين؟ عشان اجيب قطع الزد فين يبقى احط اكس وواي ب0، فيبقى عندك كده هبوت اكس وواي ايكوال 0 بعينيا، يبقى ساعتها عندي مين ها؟ النيجيتيف 4 زد ايكوال 12، يبقى الزد بكام؟ بنيجاتيف 3. هقول يبقى قطع هنا عند كام يا رجاله؟ وتبقى البوينت 0 0 نيجاتيف 3. ده طريقه من الحل. طريقه ثانيه، اي لو انت عايز تجيب الاكس انترسبت والواي، ما كفايه يا مستر تيجي على حضرتك، لا ساعات بيجبرك بالثانيه، ساعات يجبرك عليها انت متعلمها، انك لازم تخلي دوت ايكوال 1، لازم ده يبقى 1، وعشان ده يبقى 1 هعمل ديفايدد باي 12، ايا كان النمبر بقى 12 7 8 100 لازم يبقى 1.
فلما اعمل divide 12 هتقول لي يبقى 2x divided by 12 وتقول لي plus 3y divided by 12 وتقول لي minus 4z divided by 12 وتقول لي 12 divided by 12 كل divided 12 فيبقى عندك x over 6 اهي 6 اهي وعندك positive y over 4 اهي 4 اهي وعندك ما حبش هنا نيجاتيف فاقول له خلاص خليها بوزيتيف واحط نيجاتيف زد اوفر كام ها ايكوال كام فبيكون الدينومينيتورز دول يا مستر ياسر هي الاكس والواي والزد انترسبتس انتر ايه ها سبتس او مكان ما عمل انترسكت مع الاكس والواي والايه والزد انت لك مطلق الحريه تجيبها يا مستر بالشكل ده او بالشكل ده فهذا يجوز وهذا يجوز بلي ده بلين هوز ايكويشن بالمنظر ده بتعدي على اني بوينت طالما ما فيش ابسوليوت تيرم يبقى لازم تعدي على مين ما فيش دي فاكرين سنوتس اللي قلناها من شويه الايكويشن دي بارلل مع مين انا مديني اكس واديني واي يبقى لمس الزد يبقى بارلل مع مين مع زد اكس ذا نورمال دايركتد فيكتور اوف ذا بلين ده ده مديني جنرال فورم يا مستر ياسر يبقى النورمال هي الكوفيشنت بتاعت الاكس والواي والزد فتبقى 3 ونيجاتيف 1 1 زي ما انت شايف كده. The plane whose equation بالمنظر ده بيعدي على مين؟ طالما ما فيش x وما فيش number بيعدي على مين؟ على x x. البلين ده جايب x بس يبقى parallel مع مين؟ مع ال y z plane. بيقول لي هنا complete الايكويشن بتاع x z plane. حاول يبقى y equal كام؟ 0. لو y equal 1 يبقى parallel مع ال x z plane. y equal negative 5 يبقى parallel مع x بس من تحت من ناحيه النيجاتيف مع y positive وايه؟ ونيجاتيف. الفيكتور فورم of the equation whose plane passes through the point مديك point ومديك يا مستر النورمال directed vector هناك كنت في الستريت لاين بقول directed vector بس دي هنا بيكون normal directed vector يعني هو perpendicular الديكشن بتاعه بيكون perpendicular فمديك ال n هيبقى عباره عن 1 ونيجاتيف 2 1 ومديك البوينت x1 y1 z1 حول يا مستر انت عايز الفيكتور فورم طبعا دي سهله جدا ان دوت ار ها ايكوالز ان دوت بي 1 ونيجاتيف 2 1 ذا بلين هوز ايكويشن بالمنظر ده معدي على اني بوينت طالما بيعدي على بوينت دي يبقى انت مديك الاكس ومديك الايه ناقص عندك مين؟ اي طب احط الاكس هنا واحط الواي هنا واعمل صلب فيبقى عندك 6 بلس 5 ماينس 3 زد ماينس 5 راحت مع بعض نيجاتيف مع بوزيتيف عدي الناحيه الثانيه يبقى الزد بكام؟ ب 2 بيقول الايكويشن ديت كاتس الواي اكس طب ما كاتس الواي اكس يبقى في واي لكن اكس وزد بكام؟ لكنه عايز الواي انترسبت سو انا عايز بوينت طبعا عندك حلين يا تخليها 6 الناحيه الثانيه وايكوال 1 ادفايد 6 بالظبط يا تعملها يا مستر ياسر طالما انت عايز مع الواي يبقى تحط اكس بزيرو والزد بزيرو فيبقى نيجاتيف 5 واي ايكوال 6 يبقى الواي بنيجاتيف 12 لما تكون الواي هو مش عايز ده كده اسمه واي انترسبت هو عايز بوينت يبقى احط زيرو ونيجاتيف 12 وكام؟ وزيرو البلين بتاع الايكويشن ديت دازنت كات الزد ما هو مديك اكس واي يبقى قطع اكس واي هذا يجيب حاجه على اكس وحاجه على الواي Find the intercepted parts made by the plane ده with the coordinate axis يعني عايز يعرف ال x intercept وال y intercept لازم اشتغل مع general يا عمر فهحولها ل general هنزل يا مستر الجزء ده عباره عن 5x plus y plus 4z وهفك الناحيه الثانيه هيبقى عندك 5 plus 0 plus 4 يبقى عندك 5x plus y plus 4z equals كام؟ تحبوا ان عشان نجيب الاكس انترسبت نحط واي بي 0 ولا نجيب الفورم على طول؟ الفورم على طول، انا كنت هجيب الفورم ده عشان فيها تكه. هتعمل ديفايدد كام هنا؟ طب اعمل ديفايدد 9 هنا وديفايدد 9 هنا وديفايدد 9 هنا وديفايدد 9 هنا. كده بقى عندك هنا في كام؟ يبقى عندك 5x over 9 ها وy over 9 ها و4z over كام؟ يبقى الاكس انترسبت بكام؟ لا مش بناين لازم تبقى دي اكس لوحدها ديت بناين لازم تبقى دي زد لوحدها فهقوم جاي عامل ديفايدد 5 فوق وديفايدد 5 فاكرين بتاعه الجنرال فورم هناك واعمل هنا ديفايدد 4 من فوق وديفايدد 4 منين
فيبقى عندك الاكس هنا اوفر 9 اوفر 5 بلس الواي ديت اوفر 9 عاديه، وهنا الزد اوفر 9 اوفر كام؟ ايكوال 1. يبقى ديت الاكس انترسبت ودي الواي انترسبت ودي الزد انترسبت. عايز الديفرنت فورمز يا مستر ياسر. ديفرنت ايه؟ of the equation passes through the two points، اداني 2 points وparallel مع الاكس اكس. يعني ايه parallel مع الاكس اكس؟ يعني ما قطعش الاكس، يبقى الاي بزيرو لكن في واي وفي ايه؟ يبقى parallel مع الاكس اكس دي تديني فيكتور هنا او تديني دايركشن يا مستر بتاع الاكس عباره عن كام؟ ها؟ 0 1 1. ما هو ما فيش اكس، ما هو parallel مع الاكس، يبقى الاي بزيرو، الاي بكام؟ طب ده الدايركشن بتاع ده. البلين ده يا مستر pass through two points، يعني دلوقتي انت عندك هو عنده فيه two points، في عنده كام يا رجاله؟ two points. التو points دول، التو points دول يا محترمين هنا وهنا مثلا، وهو parallel مع الاكس اكس، فلو الاكس اكس ماشي تحت هنا كده بالمنظر ده، فهو مديني هنا فيكتور تاني، الفيكتور ده يا محترمين اسمه 0 1 وكام؟ ها؟ 1. وانا عندي هنا ممكن اجيب فيكتور تاني من التو points دول، احطهم في اي حته راندوم لي كده، فممكن اجيب فيكتور تاني. ده كده هسميه دي 1 اللي هو هيبقى parallel مع الاكس اكس 0 1 1 اوكي، وده هسميه اللي معدي بالتو بوينتس دي كام؟ دي 2. قال لي طب البوينت الاولانيه ديت يا مستر اللي هي اسمها ايه؟ عباره عن 2 3 1. والبوينت الثانيه دي يا مستر اللي اسمها بي عباره عن 4 ونيجاتيف 5 و 3. قال لي طب ماشي جميل الكلام ده. قال لي دلوقتي انا عايز اعرف عشان اجيب different equation يا مستر، عايز اعرف ان، عايز اعرف perpendicular vector، عايز اعرف حاجه perpendicular. هقول له يبقى انت لازم تعمل الدي دوت مع الدي ده كروس، مش الاثنين في نفس البلين، اعملهم كروس تجيب مين؟ الان. يبقى جبنا الان يا محترمين مع اي بوينت من الاثنين دول اقدر اجيب الايكويشن بتاع الايه؟ البلينز. يبقى انت دلوقتي ما عندكش الاي بي، تعال نجيب الاي بي. هقول الاي بي بتاعتي عباره عن كام ماينس كام؟ بي ماينس اي. البي بكام؟ 4 ونيجاتيف 5 و 3. الاي بكام؟ 2 و 3 و 1. اعمل ماينس يبقى عندي 2 وعندي نيجاتيف 8 وعندي 2. ده كده الاي بي. اعمل بقى اللي احنا هنسميه دي 2 مثلا، عشان اجيب الان بقى هعمل دي 1 كروس مع دي 2، فهعمل اي وجي وكي. الدي 1 بكام يا شباب؟ اللي هو كان parallel مع الاكس اكس، لو كان دوت هو الاكس اكس فالتاني ده parallel معاه فيتهز ذا سيم دايركشن، 0 كام وكام؟ والتاني عباره عن كام وكام وكام؟ ها؟ فين هو الدي 2؟ اهو عباره عن 2 نيجاتيف 8 و2. واحسب يا معلم، انا لما هحسب شخصيا هحسب بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، هحسب من هنا عشان في زيرو يريحني. لما تحسب اللي فوق هيديك كام وكام؟ ها هيديك 2 ماينس ماينس تبقى 10 كام؟ 10 اي. طب هنا هيبقى عندك ديت يا مستر، تخبي دول مع بعض كده وكده، هيبقى عندك بوزيتيف 2 وعندك جي ماينس كي. يبقى انت عندك الان بتاعتك عباره عن 10 اي بلس 2 جي ماينس 2 كي، يعني ايكوال 10 و 2 نيجاتيف 2، يعني ايكوال 5 و 1 ونيجاتيف 1. ده كده الان. خد الان مع اي بوينت، انا هاخدها مع البوينت ايه؟ اي بوينت، خد بوينت كده اهو، خد البوينت ديت. قول لي يبقى انا عندي بوينت هنا وعندي ان هنا، ده كده اي بي سي وده اكس 1 واي 1 زد كام؟ هو عايز الفيكتور فورم، الفيكتور فورم عباره عن ان دوت ار equals n dot b. b دي ثابته كده اللي هي given point، يبقى عباره عن 5 و 1 و negative 1 dot r equal 5 و 1 و negative 1 dot البوينت اللي مديهاني 2 و 3 و 1. فك يا محترم، يبقى 5 و 1 و negative 1 dot دي عباره عن كام؟ ها 10 بلس 3 minus 1 يعني تطلع كام؟ يبقى 5 و 1 negative 1 dot r equal 12. ادي اول واحد. طب عايز الستاندرد، ها هعمل ايه عشان اجيب الستاندرد؟ الاي بكام عندك؟ ها ادي الاي وادي البي وادي السي وادي اكس 1 وادي واي 1 وادي زد 1. يبقى 5 واحط اكس ماينس 2 بلس 1 واحط واي ماينس 3 ماينس 1 واحط زد ماينس 1 ايكوال كام؟ 0. دي لكنها اكس واي وزد، تبقى الجنرال عباره عن 5x بلس واي ماينس زد ماينس 12 ايكوال 0. كده جبنا الستاندرد، كده جبنا الجنرال. هنا بقى فؤاد الناصح هيلاقي طالما اداني 2 باقي زيروز واداني 3 في الواي والباقي زيروز
واداني ديت 5 باي 0 0 ممكن اعملها بالانترسبتد فورم ازاي يا مستر؟ تقول لي اكس اوفر بلس واي اوفر بلس زد اوفر ايكوال كام؟ واقوم عامل باي كام دلوقتي ها؟ 30 اعمل باي 30. جبنا الجنرال صح ولا لا؟ جبنا الايه؟ طب هو قال لي ديفرنت فورمز، انا محتاج كمان الفيكتور ومحتاج الستاندرد. قال لي ما انا ممكن من هنا اطلع الان، قال لي طلع كده فرق دي يبقى نيجاتيف، يبقى 15 ونيجاتيف 10 وكام؟ وهاخد اي بوينت من الثلاثه، هاخد دي مثلا، هاخد البوينت 2 0 وكام؟ و0. طب عندك بوينت هنا هسميها مثلا دي البوينت بتاعتي، اوكي؟ وده كده الاي والبي والسي، ودي اكس 1 وواي 1 زد 1، واكمل بقى الفيكتور واكمل الستاندرد. يبقى وجود الزيروز كده مع الاكس هنا ومع الواي ومع الزد بيخليني يمس، بيسهل عليا الموضوع بالانترسبتد فور. بيقول لو انت عندك بلين ده انترسكت الكوردينيتس اكسس اكس واي زد ات ذا بوينت اي بي سي، عايز الاريا اوف تراينجل. يبقى انا دلوقتي عندي كده، تخيل معايا، اعيروني الاسماع والاذهان، لو عملنا كده وعملنا كده وعملنا كده، ادي اكس وادي واي وادي زد، وفي بلين قطع كده وقطع كده وقطع كده. قلت له مستر ياسر قطع الاكس عند الاي، قلت له اه، وقطع الواي عند البي، هو اللي قال لي، وقطع الزد عند السي، قلت له ايوه. قال طب انت عايز ايه؟ انا عايز الاريا بتاعت البلين ده. هقول يا مستر لازم نقول له بقى انا عندي 2x ها بلس 5y ماينس زد ايكوال كام؟ هعمل ديفايدد باي كام؟ فهيبقى ساعتها عندي x اوفر 5 بلس y اوفر، متخيلين معايا مش متخيلين معايا؟ بلس z اوفر ايكوال، قول لي بقى ازاي اجيب الاريا بتاع التراينجل ده؟ يبقى لازم الاول اجيب الاي سي او اجيب الاي بي واعمل لهم ايه؟ ها؟ كروس، فيطلع عندي الاريا بتاع الباراليلوجرام اخد نصه. يبقى انا عندي اي بي هيبقى بي ماينس كام؟ ونعك بقى العكه، ونجيب الاي سي واعمل سي ماينس كام؟ ونعك العكه، صح كده؟ واعملهم كروس مع بعض وكده نعمل ايوه. وبعد اهو جبت الاي بي اهوت وجبت الاي سي اهوت، عملت كروس طلع المنظر ده، خدت النورم بتاعه خدت نصه عشان اريا اوف تراينجل. انا دلوقتي عندي بلين وبلين حصل بينهم انترسكشن، فبينهم في الحته دي انجل، انا عايز الانجل بين تو بلينز. قال لي مستر ياسر هنعرف نجيب الانجل بين تو فيكتورز، هي البلين فيها فيكتور؟ قال لي فيها نورمال. قلت له طب في علاقه بين الانجل بين التو بلينز والنورمالز؟ قال لي طبعا، لو ده كده من عطلت، لو دخلت جوه في نص البلين هقدر اقول الانجل ديت ايكوال انجل ديت. قال لي وده كده يا مستر رايت انجل تراينجل. قلت له يعني لو دي كانت 20 هقول له هنا يبقى كام؟ 70. قال لي طب ما البلين الاولاني ده يا مستر عليه بيربنديكولار كده اسمه ان 1، قلت له اه. والبلين الثاني اللي مايل ده يا مستر عليه بيربنديكولار اسمه ان 2، قلت له اه. وده كمان بيربنديكولار على البلين الثاني، قال لي اه، يعني ديت ب 90 وديت ب 70 ودي كلها ستريت انجل بكام؟ ب 180. طيب هنا في كام؟ 20. طب ما ال 20 ديت هي الانجل اللي هنا اللي هي الانجل اللي هنا. قلت له يعني انت عايز تقول لي ان الانجل بين التو بلينز سيم سيم الانجل ما بين الان والان؟ قال لي اه. طيب انا هعمل كده بعد اذنك بقى، وهجيب الانجل بين ان وان بالقانون القديم، زي ما كنت بشتغل في الستريت لاين بالدي والدي، هنا هشتغل بالايه؟ يبقى نفس الطريقه عشان اجيب الانجلز بين تو بلينز، هجيب الان الاولانيه بتاع البلين الاولاني النورمال الاولاني، اعمله ضبط مع النورمال الثاني جوه ابسوليوت على نورم ده ونورم ده، هتطلع عندي الانجل بين تو ايه؟ بلينز. يبقى في التو ستريت لاينز بجيب يا مستر الدي ده 1 دوت دي 2 على نورم الدي 1، نفس القانون، بدل الان دي هحط الان. طب تعالى كده تحت نشوف هيحصل ايه. قال لي عايز الميجر اوف انجل ما بين الاثنين دول، مين يعرف يطلع ان 1 من هنا؟ ربنا يحميك. ونشتغل بقى بالقانون القديم، عارفين ولا فاكر صح؟ مش طالبه بقى يا جماعه، مش طالبه. بيقول لك هنا ان التو بلينز دول بيربنديكولار. هقول له خلاص، يبقى الدوت بتاع مين؟ ال ان 1 وال ان 2. ما هو دول الدايركشنز بتاعت البلين، فاقول يبقى انا عندي ان 1 دوت مع ان 2 ايكوال كام؟ ان 1 بكام؟ دوت ان 2 بكام يا ابني؟ ايكوال كام الكلام ده؟ ها 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 15 تعدي، يبقى الام بنيجاتيف 5.
لو انت عرفت ان الميزو اوف ترينجل بتوين التو بلينز دول باي اوفر 4 يعني 45 خلاص المشكله انا عندي ان 1 بكام هنا ها عندك هنا يا محترمين الانجل بكام اديها لك الانجل ما بينهم ها 45 يبقى كوزاين كام هنا 1 باي 1 بكام نيجاتيف 2 باي 0 بكام خلاص فكك 2 مع كي بكام الكلام ده كله هنا صح كده تعال نعمل النورم ديت بقى هيبقى عباره عن 1 بلس 4 بلس 4 9 روت 9 3 حد حاسب حاجه الناحيه الثانيه روت هيبقى عندك 1 وكي سكوير اساسا كوزاين فاهمين مش فاهمين كوزاين 45 بكام هعمل سكويرنج البوث سايدز يبقى عندي هاف ايكوال لما اعمل سكوير على النيوميريتور بيتفك عادي خالص كانه براكت من ايام ثانيه ثانوي وتحت هتعمل سكوير هتبقى 9 وهمشي روت يبقى عندي الكلام ده كده اهو صح كروس مالتيبليكيشن واعمل ايكويشن وطلع لي تو فاليوز للكي بيقول لي هنا التو بلينز دول بارلل طالما بارلل هنطلع ال ان 1 الاول ان 1 بكام ان 2 بكام حاجه من التلاتة حاجه من التلاتة تعمل كروس بزيرو ودي اوحش حاجه دي اوحش حاجه ممكن تعملها حاجه تانية تشوف بينهم كونستانت ودي مش وحشه يعني مثلا ال1 بقت 3 يبقى ال5 بقت 15 يبقى ال2 بقت 6 يبقى هنا في 6 وفي 15 انا بحب اعمل ايه بقى بحب اخلي الاي تيجي على ال2 واخلي البي تيجي على ال5 واخلي السي تيجي على كام واعمل كروس مالتيبليكيشن هيطلع الاي عندك ب6 والبي عندك بكام دي احلى حاجه بحبها ده مع كلمه بارلل اخد الان على الان او الدي على الدي فاهمني اذا احط الان ودي احط الاكس على الاكس والواي على الواي والزد على الزد لازم يطلعوا ايكوال مع بعض عشان في بينهم بروبورشنال في بينهم ايه عايز الايكويشن بتعدي على البوينت ديت وبارلل مع البلين ده طب ما بارلل معاه يعني انت دلوقتي عندك ايكويشن لبلين انت عندك هنا بلين ركز معايا كده عندك تخيل معايا في بلين كده بارلل مع بلين تاني بالمنظر ده اي طب ما البلين ده ليه ان الان بتاع الجيفن ده الجيفن بلين الان بتاعته كانت كام وكام وكام 3 و4 ونيجاتيف كام طب ما ده بارلل معايا يبقى يا مستر ياسر ده لو كمل كده هيطلع نفس الكلام تمام بارلل يبقى نفس الان يبقى انا هاخد الان برضه بكام ها ده يا مستر بتاع الريكوايرد وهو عدى على البوينت ديت 1 و2 كام فبقى عندك بوينت وعندك ان هاخد نفس الان اللي هنا اشتغل بيها فوق عشان هو قال لي بارلل مع بعض هعمل فورمز ولا خلاص يبقى الشاهد هنا ان طالما هما الاثنين بارلل يبقى they have the same ايه؟ ها؟ نورمال اهي they have the same normal directed امتى اعرف هل البلينز كونسيد مع بعض؟ يعني فوق بعض؟ ولا هما بارلل ولا هما intersecting؟ ركزوا معايا اعرف البلينز وضعهم ازاي مع بعض ازاي؟ قال لي من نظره الواحده للايكويشن لو بصيت على الجنرال ايكويشن ركز معايا جدا بقى لقيت هنا الان هنا عباره عن كام؟ ها؟ 2 ونيجاتيف 7 و12 دي الان طب هنا عباره عن كام الان؟ ها؟ 4 ونيجاتيف 14 و24 صح؟ هتلاقي ان هما الاثنين ال4 لو جت على 2 ب2 نيجاتيف 14 على نيجاتيف 7 ب2 24 بكام؟ لو حصل ان الان ده والان ده هما الاثنين بينهم كونستانت حاجه من اثنين يا بارلل حاجه من اثنين يا بارلل مع بعض يا هما الاثنين فوق بعض. قال طب اعرفها منين؟ قال لي بتاخد كمان يا مستر ده كده اللي هو الابسوليوت تيرم ده. اي طب استنى كده يا مستر ياسر لو حطينا جنب ديت هنا كده نيجاتيف 4 زياده وهنا حطيت نيجاتيف 8 زياده وخدت النيجاتيف 8 عن نيجاتيف 4 يدي كام؟ نفس الكونستانت يبقى لو كله بما فيهم الابسوليوت تيرم كله 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 الان بالابسوليوت نفس الريشيو ساعتها يبقى كونستانت. ساعتها يبقى ايه؟ يعني لما اخد ال 4 على 2 الاقيها زي سيم سيم النيجاتيف 14 على النيجاتيف 7 سيم سيم يا مستر ال 24 على 12 سيم سيم يا مستر النيجاتيف 8 على النيجاتيف 4 كله قد بعض قد بعض قد بعض يبقى كده. قال لي طب لو كانت الانات زي بعضها بس الاختلاف هنا يبقوا بارلل. قال لي طب لو الان هنا تختلف يعني الان 1 هنا مش ماشيه خالص يا مستر ياسر مع ان 2 يبقى ساعتها يا مستر دول انترسكتنج. نيجي في تشوز الكلام ده. قال لي طب لو هما انترسكتنج بقى هل نقدر نجيب الايكويشن؟ ركز جدا معايا بقى جدا جدا معايا. هل اقدر اجيب الايكويشن
بتاع اللاين اوف انترسكشن اوف ذا تو بلينز. ما لما يكون عندي بلين كده، ركز معايا جدا، عندي بلين كده زي ده وبلين تاني زي ده، البلين ده كده عامل كده وده عامل كده، عامل زي الكتاب المفتوح كده. في بينهم يا مستر ياسر لاين اوف انترسكشن، ده شايفينه؟ هل اقدر اجيب الايكويشن بتاعته؟ قال لي انت عشان تجيب الايكويشن بتاع الستريت لاين ده محتاج ايه؟ محتاج الدايركشن بتاعه الدي بتاعته، ومحتاج بوينت علي، مش ده اللي بحتاجه عشان اعمل ايكويشن للستريت لاين؟ قال لي اه. قال طب ازاي نجيب يا مستر دي ونجيب البوينت عليه؟ قال لي بص يا مستر، خلينا الاول في الدي. البلين ده عليه ان، الان ده بيبنديكو عليه ده ان 1 مثلا، والبلين ده تاني اوكي عليه ان، وليكن ده ان كام، ده برضه بيبنديكو عليه. انا دلوقتي عايز اجيب الدي بتاع ده، عايز اجيب الدي بتاع اللاين ده اللي انا عايز اجيبه، انا عايز اجيب اللاين ده، فانا عايز اجيب ده ريكوايرد لاين. فعشان اجيب اللاين ده دي بتاعته، الاثنين دي دول اتقطعوا مع بعض. اي طب ما انت ممكن تجيب البربنديكولار فيكتور عليهم. عشان تجيب البربنديكولار فيكتور، ده البربنديكولار فيكتور على مين؟ ها على ال N1 ومين كمان؟ وال N2. البربنديكولار فيكتور عليهم ده يا مستر ياسر هيبقى هو سيم سيم زي دي. طب انا دلوقتي عايز الفيكتور بتاع الانترسكشن لاين ده واقف فيرتيكال، الان ده هوريزونتال والان ده هوريزونتال، هما الاثنين مع بعض. عشان اجيب البربنديكولار بتاعهم هعمل الان والان مالهم؟ ها كروس. فلما اعمل كروس هيديني البربنديكولار، البربنديكولار ده هيبقى بارل مع مين؟ مع اللاين اوف انترسكشن. يبقى انا دلوقتي يا محترمين عشان ده خارج بربنديكولار على البلين، البلين ده فيرتيكال، ال N1 هوريزونتال، البلين ده فيرتيكال الثاني، يعني البلين X فيرتيكال والبلين Y فيرتيكال، ال N ده هوريزونتال لأنه بيربنديكولار عليه، وال N2 ده كمان هوريزونتال. أي طب أنا عايز يا مستر ياسر اللاين ده، اللاين ده فيرتيكال، أنا عايز الدايركشن بتاع الفيرتيكال. لما يكون عندي تو هوريزونتال لاين وأنت عايز البربنديكولار عليهم، يبقى أنت لازم تعمل كروس. فالدي بتاع الريكوايرد لاين اللي هو الانترسكشن لاين اوف ذا تو بلينز هو عباره عن N1 كروس مع مين؟ مع N2. فهو يبقى انا هحط اي وجي وكي، ال N1 بكام؟ طلعها من هنا، ال N1 عباره عن 2 نيجاتيف 7 و 12. طب ال N2 بكام؟ عباره عن 2 نيجاتيف 7 و 18. وابدا اشتغل يا مستر ياسر واقول له يبقى انا عندي هنا، تطلع كام عندك عشان ماش دوت؟ 12 جي. في كي؟ لا. يبقى اه صح، عشان ده باينز زي ديك زيرو صح. يبقى كنا عندي عباره عن كام؟ هعمل ديفايدد نيجاتيف 6. ايه رايكم؟ فيبقى ساعتها عندي نيجاتيف 6، تبقى عندي ديت 7 وديت 2 وديت 0. ده الدي بتاعك، ده كده ايه؟ جبنا الدي، عايزين بوينت. كده انا كده ده كل ده، ركزوا معايا، انا بجيب دلوقتي اللاين اوف انترسكشن بتوين تو بلينز. انا اثبتت ان هما انترسكتنج بلينز. ليه انترسكتنج؟ عشان ال N مختلف عن ال N، يبقى انترسكتنج لما ال N هنا غير ال N هنا، خلاص كده مفيش بينهم ريشيو، فبقى انترسكتنج. دلوقتي ركز معايا، بجيب الايكويشن بتاع اللاين ده، عايز دي وعايز بوينت، عايز دي وعايز ايه؟ بوينت. الدي هجيبها ازاي؟ هعمل N1 كروس مع N، يعني لو البلين فيكتور والبلين فيكتور يبقى ال N هوريزونتال وال N هوريزونتال، انا عايز الفيرتيكال يبقى الانات هوريزونتال. عشان اجيب الدايركشن الفيرتيكال هعمل ان والان كروس يديني البربنديكولار على الهوريزونتال اللي هو الفيرتيكال. طيب عايز بوينت، قال لي حط بوينت هنا. موجوده فين ديت؟ موجوده على اللاين وعلى البلين الاولاني وعلى البلين الثاني. قال طب عايزين نعرفها كام؟ قال لي تقوم جايه على البلين ده وتحط اكس باي قيمه، احلى قيمه هي الزيرو عشان تخلص منها. قال يبقى انا دلوقتي عندي تو بلينز، خلينا نكتبهم تحت عشان نشوفهم. البلين الاولاني عباره عن 2x ماينس 7y بلس 12z والفور، يلا خليها فوق الناحيه الثانيه. طب والثاني عباره عن كام؟ 2x ماينس 7y بلس 18z برضه ايكوال 4. قال يا مستر ياسر انت عايز بوينت موجوده على اللاين اوف انترسكشن، فهبوت ممكن واحد يحط الاكس، واحد يحط الواي، واحد حط اي حاجه، هبوت الاكس بزيرو. لو حطيت الاكس بزيرو ايه اللي هيحصل؟ ديت هتموت، فيبقى عندك نيجاتيف 7 واي بلس 12 زد ايكوال 4،
وديت هتموت، فيبقى نيجاتيف 7y بلس 18z ايكوال كام؟ هعمل الاثنين دول مود 5 1، هيطلع عندي الواي ويطلع عندي الزد. بكام الواي عندكم؟ وبكام الزد؟ يبقى انت دلوقتي عندك يا محترم اكس وواي وزد. هقول يبقى البوينت اللي هتشتغل بيها هي عباره عن 0 ونيجاتيف 4 على 7 و0. دي البوينت موجوده على اللاين اوف انترسكشن. لاين اوف ايه؟ انترسكشن. وعندك الدايركشن بتاعه يا مستر ياسر، الدايركشن بتاعه هو عباره عن 7 و2 0. بقى عندك الدي وعندك البوينت، تعرف تجيب الثري فورمز بقى اللي هم بتوع زمان بقى، اللي هي الار ايكوال، احط البوينت الاول 0 نيجاتيف 4 على 7 و0 بلس تي، فاكرين الشغل بتاع زمان. واجيب بقى يا مستر ياسر البارامتريك اكس ايكوال واي ايكوال زد ايكوال. يبقى اتعلمنا ازاي نعرف نحدد التو بلينز ايه موقفهم مع بعض، وتعلمنا كمان ازاي يا محترمين نقدر نجيب اللاين اوف انترسكشن. محتاج دي، الدي هتيجي من ان 1 كروس مع ان 2، ومحتاج يا محترم كمان بوينت تحط اكس بزيرو واعمل هات واي وزد. طبعا هنا عايز يعرف ايه هي ريليشن بين تو بلينز. ها اول واحده هبص على الان، الان هنا بكام؟ 2 و 3 و 4، 2 و 3 و 4. الثانيه كام وكام وكام؟ 10 و 15 و 6. عملنا باي 5، عملنا باي 5، عملنا باي، لا يبقى ديك انترسكتنج صح؟ هل ممكن نجيب الانترسكشن لاين بين ذم؟ هطلع الان والان اعمل لهم كروس اجيب الدي. بص بقى بعينك كده خلاص، خلاص اللي فاهم خلاص بيتدلع. هتحط الان والان تعمل دي ان 1 ودي ان 2، هتعمل كروس تجيب مين؟ ها الدي. ترجع تحط اكس بزيرو، ده مات وده مات، تاخد الاثنين دول مع الاثنين دول مود 5 1، تطلع مين؟ البوينت. بقى عندك اكس بزيرو وعندك واي وعندك زد، عندك بوينت بعديه تعرف تجيب ايكويشن اوف انترسكشن بين تو بلينز. Find the different forms of equation of plane passed through the point D and the line of intersection of the two planes دول. يعني ايه الكلام ده؟ اعيروني الاسماع والاذهان. هقول ان ده كده بلين وده بلين، طبعا الرسم عشان تحسوا معايا. ده كتاب بظهره. الايكويشن الاولانيه 2x minus y plus z equal 6، والثانيه عباره عن x plus 2y minus z equal negative 3. ده كتاب بظهره كده. ففي ورقه، في ورقه في الكتاب ماشيه كده. البلين ده بقى اللي هو البلين ده كده، طبعا المفروض نكمل جوه هنا بس ده مستخبي جوه. البلين ده معدي على البوينت، في بوينت عليه هنا، ولتكن مثلا في المكان ده كده بوينت عليه، في المكان ده كده البوينت دي اسمها 1 و 2 كام و 4. هو عدى كمان على الانترسكشن لاين بتاع التو بلينز، فهو معدي على اللاين ده. قال طب احنا عايزين نجيب الايكويشن بتاع البلين ده، عايزين له ان. قال لي طب نعمل ايه يا مستر ياسر؟ قال لي بص، نجيب اتنين بوينت موجودين على اللاين ده، بوينت هنا وبوينت هنا. فيبقى عندك بوينت دي اسمها ايه مثلا، ودي مثلا هسميها مثلا، دي مثلا نبعدهم شويه عن بعض عشان نحس الموضوع اكتر. نسمي هنا بوينت مثلا دي هنا كده اسمها بي يا مستر ياسر، وبوينت هنا اسمها سي. طب عايزين نجيب اتنين بوينت، عشان نجيب بوينت بي هقوم جاي يا مستر على الايكويشن دي وحاطط اكس بزيرو. لو حطيت اكس بزيرو اللي يحصل ده هيموت، يبقى نيجاتيف واي بلس زد ايكوال 6، وده هيموت يبقى عندك 2y minus z equal كام؟ واعمل دول مود 5 1، هيطلع عندي يا مستر ياسر الواي والزد. بكام الواي والزد؟ ده هيروح هيبقى y equal 3، الواي هتبقى ب 3، هوديها يبقى زد ب 9. مش عندكم كده ولا غلط؟ يبقى البوينت 0 مع 3 مع كام؟ وليكن ديت بوينت بي عباره عن 0 و 3 وكام؟ ها؟ طب عايزين نجيب بوينت ثانيه، قال لي حط اكس باي قيمه، اكس ب 1 مثلا، اي حاجه. لو حطيت 1 هيبقى 2 ماينس واي بلس زد ايكوال كام؟ 6. فمنها هقول يبقى نيجاتيف واي بلس زد ايكوال 4. قال لي طب حط يا مستر في الثانيه هنا 1، يبقى عندك 1 بلس 2 واي ماينس زد ايكوال كام؟ ودي الناحيه الثانيه يبقى 2 واي ماينس زد ايكوال نيجاتيف 4. اعمل ادنج كده الاثنين دول مع بعض، ده راح وده راح، هيبقى الواي ايكوال 0، مش ده حصل عندكم؟ ويبقى الزد ايكوال 4. حصل ما حصلش؟
فيبقى البوينت بتاعتي اكس ب1 واي ب0 بوينت هنا اه يبقى انت عندك بوينت ثانيه عباره عن 1 و0 4 كده. انا قدرت اقول لك ايه؟ ان هو عدى على اللاين اوف انترسكشن فعدى على اللاين ده، فالبوينت ديت يا مستر موجوده على البلين اللي انا عايز اجيبه، فانا عايز اجيب البلين ده. شايفينه ولا لا؟ شايفين البلين ده اللي مستخبي؟ بس المفروض دول مستخبيين معايا. بقى عندي بوينت هنا واحده، بوينت 2، بوينت 3، هحلها زي طريقه اللي اخدتها في الاول، اي بي عامل كده والباقي مش باين صح؟ واجيب البوينت مين تاني؟ فيكتور مين تاني؟ اي سي. بقى عندي فيكتور هنا وفيكتور هنا، واجيب النورمال عليهم. هجيب النورمال بقى يا مستر ياسر على البلين ده كده، وعندي بوينت منهم اشتغل زي زمان. يبقى لو انا عشان استغل ان انا عندي لاين اوف انترسكشن جبت على يو تو بوينتس، بقى عندي 3 بوينتس. بكام البوينتس بقى؟ واحده 1 و 2 4 اهي. الاي عندك 1 و 2 4، البي عندك عباره عن 0 و 3 و 9، السي عندك عباره عن 1 و 0 و 4. هجيب بقى يا مستر زي اول مساله عملناها، لما يكون عندي 3 نون كولينيال بوينتس اقدر اجيب البلين اللي بيعدي بيهم. بجيب الفيكتور اي بي واعمل بي ماينس اي واحسبها، واجيب الفيكتور اي سي واعمل سي ماينس اي واحسبها، وكده اجيب النورمال ان انا اعمل ايه عشان اجيب الان ده؟ هعمل اي بي ها كروس مع مين؟ مع اجيب الان، وبعد كده اخد اي بوينت اعمل ايكويشن زي هو عايزها. لو عملت سامري سريع، لو اداك ان واداك بوينت انت جبت ايكويشن صح؟ لو اداك 3 نون كولينير بوينتس اللي احنا زي ما قلناها دلوقتي حالا، لو اداني 2 intersecting lines بجيب بوينت. لو اداني يا مستر ياسر بوينت بلين عدى على بوينت وعدى على intersection line ها intersection line ها of a two planes بجيب بوينتس عليها واشتغل. يبقى احنا دلوقتي خدنا ازاي نفورم ايكويشن لبلين بكذا طريقه. اخر حاجه عندي عشان يبقى خلصنا الفكره الاخيره، لو عندك هنا بلين عادي اسمه وفي بوينت في الهواء فوق هنا، كان مثلا بوينت مثلا 3 ونيجاتيف 1 و 2 هسميها اكس 1 واي 1 زد كام، وده هنا الاي بكام ها، والبي والسي والدي ما انتوا عارفينهم. عايز اجيب البربنديكولار ديستانت بقى. قال لي بص يا ابني الحلو، عشان نجيب البربنديكولار ديستانت بتعمل كده، تحط اي اكس 1 بلس بي واي 1 بلس سي زد 1 بلس دي، وتحت تحط اي سكوير بلس بي سكوير بلس سي سكوير. عوض بقى الاي عندك ب 1 ملتبلاي 3 يبقى 1 ملتبلاي 3 كده، عندك 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2 كده، عندك نيجاتيف 3 ملتبلاي 2 بنيجاتيف 6 بقية دي عندك بلس 7. كل ده كده يا مستر اوفر نود، هات الاي سكوير بلس البي سكوير بلس السي سكوير، احسب ده يطلع معاك البربنديكولار ديستانس. طبعا الروت من تحت دايما بيكون بوزيتيف، الروت من تحت دايما بيكون ايه روت ها، فعشان اضمن ان ده ديستانس لازم يبقى بوزيتيف، فبحط دايما النيوميريتور جوه ايه؟ ابسوليوت، بحيث لو طلع جواه حاجه بالنيجاتيف يبلعها صح كده؟ ساعات يقول لك ايه؟ يديك 2 بوينت، يقول لك هل 2 بوينت دول في نفس الجنب؟ يعني ال 2 بوينت دول يا مستر ياسر فوق البلين ولا واحده فوق والثانيه تحت؟ نعرف منين قال لي 2 ان ذا سيم سايد ولا ان اوبزيت سايد فروم ذا بلين؟ قال لي بص يا مستر ياسر، إيه هنمسك كل بوينت ونجيب البربنديكولار ديستانس بينها وبين البلين. لو طلع اللي جوه هنا بالبوزيتيف مع الجزء الاولانيه، وجيت حسبت اللي جوه هنا في الثانيه طلع بالنيجاتيف، طلع بالايه؟ قبل ما اعمل ابسوليوت، اصل كده كده الابسوليوت هياكل الايه؟ ها؟ النيجاتيف، انا قبل ما اعمل ابسوليوت، لو طلع مره اللي جوه بوزيتيف ومره نيجاتيف يبقى واحده فوق والثانيه ايه؟ تحت. لو طلع الاثنين بالبوزيتيف الاثنين من فوق، او الاثنين من تحت اثنين في نفس السايد وخلاص، الاثنين بالنيجاتيف يبقى بنفس السايد. قال يا مستر لو لقيت يا مستر الاثنين دول هاف ذا سيم ساين يبقى هما الاثنين ان ذا سيم سايد، لو او ديفرنت في الساين ديفرنت يا مستر ان اوبزيت سايد، اني ساين بتاع اللي جوه الابسوليوت قبل ما اعمل ابسوليوت، يعني لو عملت ابسوليوت هيطلع كله بالايه؟ بالبوزيتيف. تعال نشوف المثال عامله ازاي بقى. ذا تو بوينت دول لاي اون وان سايد في نفس السايد ولا ان ديفرنت سايدز؟ ها نعمل ايه؟ نجيب الديستانت بين البوينت ديت والبلين، ونجيب الديستانت بين البوينت ديت والبلين مرتين، هنا طلع جوه ايه؟ بوزيتيف، وهنا جوه ايه؟ يبقى هما الاثنين في ديفرنت ايه؟
find the distance length of perpendicular ضربني من ديت على البلين ده او لا. بقول لك ايه لازم يبقى البلين دوت في الايه في الجنرال عايز افكها جنرال دي اكنها اكس واي وزد ها يبقى اكس ماينس 3 واي بلس 2 زد وارجع دي ايكوال كام يبقى الايه بكام والبي والسي ودي اكنها اكس 1 واي 1 زد كام. حد حافظ القانون؟ ونعوض تعيد مباشر بالكالكوليتر ونطلع ريزلت على طول. بيقول لي لو انت عندك البلين ده قطس السفير ديت عايز الاريا بتاعت السيركل وز فورمد فروم ذا انترسكشن. دلوقتي احنا في موسم الشتاء وعندك البطانه بصوره ده حكايه. حكايه. انت لما تجيب بطانه بصوره بتعمل ازاي؟ تقوم قاطع ادابعها من فوق كده صح؟ سواء تقطع البطانه نفسها تيجي من فوق الايه؟ الفص ها؟ وبقى بيطلع كده بتاع كده فوق دي السيركل دي سيركل عايز الاريا بتاعتها. انا هقرأك في البطانه. انا هخليك وانت بتاكل بطانه تفكر فيا. هو ده هو اللي حصل ايه؟ ان انت عندك البطانه دي هي سفير. قام جيت السكينه ديت السكينه دي عامله زي البليت قامت قاطعه من فوق فلما قطعت فوق عملت لي ايه؟ سيركل صح؟ فقال لك هنا البلين ده اللي هو السكينه عدت قطعت سفير من فوق قال لي عايز الاريا بتاع السيركل اللي اتكونت من الانترسكشن ده اللي هي اللي انت بتشيلها من فوق ديت عشان تقطع البطوان. طب انا عشان اجيب لك اريا انا محتاج ريديوس. قال لي تعالى نشوف الريديوس. دعونا نستمتع ونتخيل ايه اللي حصل. اولا في حد يقدر يديني كده وصف او توصيف للسفير ديت؟ واضح ان السنتر بتاعها هو الاوريجن والريديوس بتاع السفير قد ايه؟ 5. قال يعني دلوقتي انا عندي يا مستر ياسر ادي البرتقانه جالي رقنا بقى ماشي الريديوس بتاعها كام؟ 5 صح كده؟ انت هتيجي من فوق تقطع ببلين هنا كده بلين هنا كده يمشي يقطع البتاع دي من فوق هنا كده فلما هيقطعها هيعمل سيركل صغيره يبقى انا عندي هنا كده يا مستر ياسر في هنا كده لو هنا ده كده هنا كده الحته البيضة اللي جوه البرتقانه عارفينها؟ هنا كده في سكه صغنونه قوي قوي اللي انت بتقطعها من فوق. طب من هنا لهنا مين يقول لي ده بكام؟ ده 5 عشان ده ريديوس برضه صح؟ انت عايز بقى الاريا بتاع السيركل دي فعايز الريديوس ده. يبقى انت دلوقتي عندك الريديوس ده هو ريديوس اوف الريكوايرد سيركل صح؟ طب عشان تجيب ده قال يبقى انت لازم تجيب البربنديكولار ديستانت من اول هنا لغايه ما تنزل هنا. قال لي اه. قال لي طب ما هو البلين اللي انت قطعته ده هو مديهولك البلين ده بتاع السيركل مديهولك ده اللي قطع السفير يبقى ده 6 اكس ماينس 3 واي بلس 2 زد بلس 21 ايكوال 0 ده البلين اللي هو قطع فوق وانت عندك السنتر عباره عن كام وكام وكام. البربنديكولار ديستانت من هنا لغايه هنا هو الحته ده مش 5 ال 5 لحد فوق خالص صح لحد اخر السفير هي اقل عشان انت قاطع حته تحت فانت لو جبت ديت بكام وعندك هنا ده بربنديكولار رايت انجل تراينجل ممكن من بايثاغوريان ثيرم تجيب الايه؟ الريديوس ولما تجيب الريديوس تعرف تجيب الاريا بتاع السيركل هتسمي ده ايه وده بي وده سي وده دي وده اكس 1 وده واي 1 وده زد 1 وتقول لي يبقى البربنديكولار عباره عن اي اكس 1 بلس بي واي 1 بلس سي زد 1 بلس دي على نورم اي سكوير بلس بي سكوير بلس سي سكوير هتحسب هيطلع معاك ده 4 لما يكون ده 4 وده 5 يبقى ده كده بكام؟ لما يكون الريديوس ب 3 يبقى الاريا باي ار سكوير تطلع 9 باي. انا خليك تبطل برتقال كل ما هجيب بص كده اهوت تفتكر المساله ديت تخيل على طول تمسك السكينه كده وانت بتقطعها كده شايف البلين وشايف هيعيش حياتك وتطلع بتاع في النص اللي جوه ديت جوه البرتقانه. يا لهوي على الماس اللي بيعمله فينا. هبص والله حلوه. شايفين منقطه ازاي؟ والله حلوه. ايه ده هو طلعت 3 ما طلعتش 4 طلعت 3 انا عكست ده يطلع 3 وده يطلع 5 يبقى ده كده 4 يبقى الاريا 16 باي. عايز الديستانس بتوين البلين ده وايتش اوف التو سنترز بتاع التو سفيرز دول. بيعمل ميكس بقى طب عايز ديستانت يبقى عايز بيديك ده ديستانت ما بين البلين والتو سنتر مين يجيب لي السنتر هنا والسنتر هنا 2
نجيب الديستان بين ده وبين ده وبين البلند. وسعدنا بلقائكم ونرجو أنكم قد أسعدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.